آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، من أنكره كفر، من قال إنه ليس هناك بعث وإنما هي الحياة الدنيا فقط فهذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور، ولهذا قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالله أمر رسوله أن يقسم بربه أنه سيبعثهم، وقوله زعم، الزعم هو الكذب، الزعم هو الكذب، يعني كذبوا في قولهم هذا.